وايه الحكايه اصلا؟ هو في حاجه انا مش فاهمها؟ اللي انت مش عارفه ان البي والهانم عاملين علينا فيلم من اخراج اخونا الكبير. فيلم ايه يا جدع انت؟ ونهايته انا عارفها من قبل ما يالفوها. ونهايته ايه بقى ان شاء الله؟ البضاعه هتغرق في البحر او البوليس هيقفشها، وفي النهايه تبقى الفلوس راحت علينا واخلالكم انتوا في جو وتشيلوا الجمل بما حمل، مش كده ولا ايه؟ خص عليك يا مختار، بقى انت تعمل كده؟ ومع مين؟ مع مرات ابونا؟ ضرت امنا؟ انت هتصدق خياله المريض؟ انت مش شهدت على عقد جوازها من ابونا وخنت امك اللي ربيتك؟ كمان شهدت على عقد جوازه؟ واللي يخون امه اللي ربيته ممكن يعمل اي حاجه عشان مصلحته. خلاص؟ اتلبست العمه؟ انت اكيد اتجننت. كل انت شفته جنان، انا هوريكوا الجنان اللي على اصوله. اقصى عليك يا مختار. سعد يا اشرف، سعد، كل حاجه زي ما هي يا نديم، مفيش حاجه هتتغير، اخواتي ولا هتصرف معاهم. يا مختار الحقهم قبل ما يتهوروا ويعملوا مصيبه. انت المصايب كلها. انا خايفه وحاسه ان ركبي ثابت ومش شايلاني كده. الموضوع بقى يقلق. والعمل؟ مفيش غير اننا نلغي العمليه. والفلوس؟ ربنا يعوض عليكم. لا كله الا كده. دي فيها اعدام. عارفه يعني ايه اعدام يا نعمه؟ مدغور الفلوس قصاد رعبينا. وليه يا اخويا بس التشاؤم ده؟ مختار اكيد هيقعد مع اخواته وهيقنعهم، دول اخواته اكيد هيتفقوا. اشرف، انتوا شاهدين عليا السبخ كده ليه؟ انا زي زيكم معرفش حاجه، واحلف لكم على مصحف بكده. يا سلام، قالوا للحرام احلف. حرامي؟ مش هلومك دلوقتي يا سعد عشان كلنا مظلومين، انما عتابك معايا بعدين. وانت حسابك معايا دلوقتي. بس 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 يا اشرف، خلينا نتكلم في البيت بهدوء عشان نعرف نحل المشكله. نحل؟ ما هي قفلت، البي شفط الفلوس وراهن كل حاجه، ولن وافق على خطته لن ينسحب، وفي الحالتين هو الكسبان. مش هي دي اموري فهلاوه يا مختار؟ يا اشرف يا اشرف، وطي صوتك شويه، احنا في الشارع. شارع انت كمان؟ انت مش فاهم حاجه. يعني هتتهمني؟ انا ابني مش وريتك الاوراق اللي تثبت ان بابا هو اللي سحب الفلوس وراهن الاصول؟ حصل كل ده حصل، بس احنا لو نتكلم بهدوء هنحل كل حاجه. ودي حاجه تفوت على مزور محترف زيك. يلا يا سعد انا هوريك. هتعمل ايه يعني؟ هسجنك يا مختار. يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه. ويهون عليك تسجن اخوك؟ واسجن ابويا لو ثبت لي انه حرامي. قول لهم يا استاذ على السر اللي قلت لنا عليه. ما تقول لهم. سر؟ سر ايه؟ هتقول لهم انت ولا اقول لهم انا؟ كنت فاكرك اعقل من كده. لا وانت الصادق، كنت فاكرنا هبل وبرياله. انت فاكر انك ممكن تضحك علينا بحدوته السخيفه من حواديت السيما اللي بتتفرج عليها؟ تفهمونا يا جماعه ايه الحكايه؟ الاستاذ اسكت يا سعد. لا مش هيسكت يا كذاب يا حرامي. اشرف في ايه؟ ما تتكلم. البي استغل ثقه بابا بالتوكيل اللي معاه وسحب كل فلوسنا من البنوك ورهن كل الاصول، وقال ايه؟ بيقول بابا اللي عمل كده عشان يمول صفقه مخدرات لسه جايه في السكه. مش بس كده، ده البي طلع موالس مع البنت اللي كانت مرات بابا، وعاملين تمثيليه هما الاثنين عشان يلهفوا الميراث كله واحنا نطلع من المولد بلا حمص. انت قلت الكلام ده يا مختار؟ قلت الكلام ده على ابوك؟ ليه عملته كده؟ رد عليا، قلت الكلام ده على ابوك؟ قلته؟ دي الحقيقة اللي كان نفسي تتدفن مع بابا في تربته، وأصون السر اللي تمني عليه. اخرس قطع لسانك. انت اكيد اللي كنت بتلعب المباراة في الحرام، عاوز تشوه صورة الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه في حياته وما بهته. يا كذاب يا مجرم يا قليل الأدب، امشي اطلع بره، مش عايز اشوف خليتك. كلمت بسرعة. على مالك على مالك، تعالى نطلعها.